إضافة بطولة آسيا بتيجي ضمن خطة استراتيجية للاتحاد لتطوير اللعبة. اليوم أنا عندي 900 مشترك في البطولة، منهم 700 خارجين من جايين من برا، 560 لاعب. هاي فرصة كبيرة للاعبيننا ومنتخباتنا عشان يحتكوا فيهم. اليوم أنا ما بقدر كاتحاد أعطي فرصة لأربعين أو خمسين لاعب من عندي يطلع خارج الأردن يشارك بطولات آسيا، لأنه جدا مكلفة، ممكن تكلفني 40 أو 50 ألف دينار. فاليوم باستضافة هاي البطولة عم بتيح فرصتين. الفرصة الأولى لمجتمع اللعبة كامل إنه يتعرف على بطولة بمستوى عالمي ومستوى راقي، والمجتمع المحلي يشوف البطولة بمنظور مختلف تماما، إنها بطولة لعبة أولمبية محترمة. الجزئية الثانية لاعبينا ومدربينا وحكامنا باخذوا الفرص بالتدريب والعمل والجهد والاحتكاك اللي بتعملهم التطوير وبتساعدهم. اليوم أنا عملنا دورات الترفيه للحكام، يعني كانت عندي استفادة مادية كبيرة للحكام وللاعبين.